دير الروتور من تيق المامين. يعني دابا حنا راجعين بحال عندنا الكاميرا قبيله لقيتها ديشارجيا. دابا حنا راجعين من تيق المامين هاد البلاصه سميتها اج دير. الحمد لله كل شيء داز، يعني بكل صراحه كل شيء داز مزيان بخير وعلى خير. عمنا في تيق المامين كاينين دراري كيصيدوا الحوت تما، يعني من حسن حظنا لقينا واحد السيد يعني عاوقفنا جبد واحد الحوته تبارك الله كبيره، شي حاجه زوينه بكل صراحه. غير الموتور حاول ما امكنت تعرف كيفاش يعني تجيري كما كيقولوا، كيفاش تتعامل معاه، ما تجريش. نفس الموتور. دابا احنا شادين طريق ان شاء الله لخنيفرة، نتغداو في خنيفرة. دابا الساعة سيدي دابا الساعة جوج وسبعة وثلاثين. احنا في طريقنا لخنيفرة ان شاء الله نتغداو تما، ومن تما نكملو الطريق للقصيبة ان شاء الله. يا سلام، بكل صراحة طابعة اللي هي كتستحق زيارة وكتستحق الإنسان يوصل لهاد البلايص هادي. بكل صراحة شي حاجة ما شاء الله، شي حاجة زوينة. وحتى الطريق راه نقية. أما بالنسبة للطريق ديال تيق المامين راه بيست لكن ماشي بزاف. الطريق زوينة يعني الموتور يدوز، الطوموبيل تدوز، غير وكان الإنسان يحاول شوية ويعرف كيفاش غيب شوية حتى يوصل، لأن كاين الحفاري كاين. هاد الأصدقاء شتهم جراو واحد شوية. باش حتى نصوروهم درت أنا الروتار حتى خدمت الكاميرا داكشي باش تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام، المتعة 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 الحقيقية. لكن دائما الإنسان يبحث على الرفيق اللي هو ما يديرونجيكش في الرحلة ديالك، ما يعكرش لك الجو كما كيقول. حسن السي عصام اول خرجه معهم تبارك الله عليهم ما شاء الله، عمرها دار. بكل صراحه استمتعنا بحال انه سافرنا وعاود سافرنا، يعني ما كاينش داك ضحكنا جميع وحكينا جميع. حسن عنده بلاله 46، اما عصام عنده مالاغوتي ايطاليان. تا هي الله يعطيها الصحة. صفا كتجري ان شاء الله بخير وعلى خير. بكل صراحة اللي عنده موتور بادي من سي 50
وطلع الفوق ما يعكسش يجمع السويك ديالو ويطلع يشوف هاد الدنيا هنا تبارك الله راه ما شاء الله شي حاجة بكل صراحة كما قلت كتستحق الزيارة. تغدينا تما ومن بعد شدينا الطريق لأكلمام أزيزة وصلنا مع ديك العصر قبل كاع قبل العصر وارتاحينا تما مزيان ودرنا العشاء وتعشينا وبنينا لي طونت ديالنا وبتنا يعني بكل صراحة كلشي داز 5-5 وما كناش دايرين تيك المامين في البروغرام لأنه لقينا بأن سعسام هو نقدو نقولو ابن هاد المنطقة عارف بزاف هنايا في الطرقان هادو كان قال لينا الطريق ما دايزاش لتيك المامين لكن ملي سولنا السيد اللي تعشنا عنده قال لك راه دايزه لكن الطريق مكرفسه شويه وكذا وقلنا علاش لا نغامرون ونشوفو تيك المامين وذلك كان مسافة ديال نقدو نقولو من أكلمام أزيزة لتيك المامين شي نقدو نقولو 30 كيلو ولكن غتلقى عالم خور وغتلقى ديكور خور غتلقى شي حاجة اللي هي بكل صراحة زوينة. أقل ما مع اللي من عيون أم ربيع خنيف راه نيشان حنا غادي نمشيو نيشان مرينا من البراج من الأحسن في بنادم الكاميرا حتى يدوز من فيها الناس صراحة المكان هذا لأنني حتى أنا أول مرة